السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على كيزاكو. غنشوفو في الفيديو ديال اليوم ثنائي القطب ار سي، ار يعني ريزيستانس مقاومه، و سي كوندنساتور يعني مكتف. غنشوفو المعادله التفاضليه لتغير توتر هذا ثنائي القطب والحل ديال المعادله التفاضليه في حالتي الشحن والتفريغ. لهذا الغرض غنحتاجو لهاد الداره الكهربائيه اللي كتشوفو قدامكم، اللي كتكون من مولد كهربائي هنايا، من مقاومة R ومن مكتف C. انا كتب لكم هنا R بمعنى ريزيستانس يعني مقاومة، و C كوندنساتور بمعنى مكتف. انا كندير لكم الترجمة باش تستافدوا معنا في نفس الوقت الدرس والترجمة. اول حاجة نديرو نمثلو التيار والتوتر في الدار. عندنا اول حاجة عندنا المولد، في اصطلاح المولد التيار والتوتر كيكونوا عندهم نفس المنحة، يعني بما ان التوتر هنا او غادي في هذه المنحة هذه، يعني ان التيار اي تا هو غيكون في نفس المنحة، يعني يكون هنايا غيكون هنايا. بينما بالنسبة للمقاومة والمكتف فهما في هذه الحالة غيكونوا مركبات مستقبلة، يعني في اصطلاح المستقبل فان التيار والتوتر كيكونوا متعاكسين، يعني انا بغيت نمثل التوتر في المقاومه ار غيكون في هذه المنحه لان التيار جاي من هنايا ونسميه او ار. وكذلك بالنسبه للمكتف ديالي فان التوتر او سي غادي يكون في هذه المنحه عكس اتجاه التيار. الاشاره ان هذه الحاله اللي كندرسو حنا حاله الشحن، يعني ان في اللحظه تي ايكال صفر فان المكتف يعني كي تي يعني الشحنه ديال المكتف كانت منعدمه، مفهوم؟ اذا اول حاله، اول حاجه الا بغينا نحددوا المعادله التفاضليه ديالنا نطبقوا قانون اضافيه التوترات اللي كيقول ان غنمشي من واحد النقطه ونجيب الدوره على الداره ديالي والتوترات نكتبهم كاملين والمجموع ديالهم كيكون منعدم، يعني مشيت بنفس النقطه رجعت لها فان مجموع التوترات يكون منعدم. في هذه الحاله غيكون عندي نعطي لهذه النقطة سميها مثلا M، فإن من النقطة M حتى النقطة N كاين توتر E، أنا نمشي في هذه المنحة. من N حتى P هنا ما كاين حتى شي مركب، يعني أن النقطة N والنقطة P راه بحال بالنسبة لنا، التوتر هنا منعدم. عندي من النقطة N عفوا النقطة P حتى النقطة A، من هنا حتى هنا عندي التوتر UR، ولكن في العكس، إذا ندير ناقص UR لان انا غادي في هذه الجهه من هنا حتى هنا، بينما التوتر غادي معكس ديالي. وكذلك بالنسبه لاي سي يعني حتى لهذ النقطه من ا حتى بي غيكون هو ناقص اي سي، وهذه النقطه من بي حتى ام راه نفس النقطه بما ان لا يوجد اي مركب، يعني نقدر نعتبر النقطه بي والنقطه ام كتمثل لي نفس النقطه، مفهوم؟ قلنا دونك رجعت انا النقطة ام، يعني ان مجموع التوترات كاملين كيساوي صفر. انا في هذه الحالة ديال في المعادلة التفاضلية عدد التوترات كتغير دلالة الزمن، يعني من الاحسن ليا نكتب او هي ثابتة، غنقص منها او ار بدلالة الزمن ناقص او سي اللي كيتغير توا بدلالة الزمن. هذه هي اول حالة. هنا قلنا هنا ان طبقنا قانون اضافية التوترات. اوكي، دابا نشوفو احنا بغينا المعادله التفاضليه بالنسبه لاي سي، يعني التوتر هذا بالنسبه للتوتر، يعني خصني نحيد هذا او ار ونكتبو بدلاله اي سي. عندي او ار بدلاله تي كيساوي قانون اوم اللي كنطبقو بالنسبه للمقاومات. قانون اوم اش كيقول؟ كيقول بان او ار كتساوي ار اللي هي المقاومه في التيار المار بالمقاومة. بما ان ار ثابتة فان تيار اي هو اللي غيكون كيتغير بدلالة الزمن. وعندي قاعدة اخرى اللي كتقول لي ان تغير التيار هو بان التيار هو تغير الشحنة، يعني ان اي كيساوي دي ديال كيو على دي ديال تي.
علاقة أخرى عندي في المكتف، هذه علاقة خاصة بالمكتف، كنا في درس آخر، هو أن السعة ديال المكتف في التوتر المربي كيساوي لنا الشحنة، أو الشحنة اللي كاينة في المكتف. يعني إلى جينا دابا نحسبو إي ديال تي، فإنها غتكون هي الشقاق ديال كيو، وكي هي سي يو سي على دي تي. سي ثابتة لا تتعلق بالزمن، إذا غتخرج غتولي عندي سي في دي ديال يو سي تي على دي ديال تي. وبالتالي إذا جيت نعوض في العلاقة ديالي تولي عندي يو ار بدلالة تي، اش كتساوي؟ هي ار في سي في دي ديال يو سي بدلالة الزمن على دي ديال تي. وبالتالي إذا جيت نعوض في العلاقة الأولى ديالي غلق او ناقص ار سي في المشتقة ديال يو سي بدلالة الزمن زائد يو سي، عفوا هنا ناقص ما نغلطش، ناقص يو سي بدلالة الزمن كيساوي صفر. ومن هنا نقدر نكتب المعادلة التفاضلية لتغير التيار، لتغير التوتر بين مربطي المكتف، غيكون هو نكتبها على الشكل هي ار سي دي يو سي ديال تي على دي تي زائد يو سي ديال تي كتساوي ليا او. هذه هي المعادلة التفاضلية ديالي. دابا نشوفو الحل ديال المعادلة التفاضلية ديالنا. الحل ديال المعادلة التفاضلية فإنه يكتب على الشكل التالي يو سي ديال تي كيساوي واحد العدد أ إكسبونونسيال ناقص ألفا تي زائد بي، بحيث هاد أ بي و سي عفوا و ألفا فهي أعداد حقيقية يجب معرفة يجب تحديدها. بمعنى ثلاثة المجاهيل فإن خصنا ثلاثة المعلومات، ثلاثة المعطيات. أول حاجة الشروط البدئية، الشروط البدئية كتقول لنا أن عند تي إيجال زيرو، يعني عند تي تساوي صفر، فإن التوتر كيساوي صفر. إذا نستغلو هاد المعطيات، هاد المعلومة هنا، ونعوضو هنا شو تعطيني. عندي صفر كتساوي أ، إكسبونونسيال ديال صفر هو واحد، إذا تبقى لي زائد بي، بما يعني أن أ كيساوي ناقص بي. هادي المعلومة الأولى. بينما الشروط النهائية، طبعا هادشي كندويو في حالة الشحن، فإن عندما تؤول تي الى لا نهاية فإن التوتر بين مربطي المكتف كيكون كيساوي التوتر او ديال المولد ديالنا، يعني أن او لعوض في المعادلة في الحل عفوا أجيني او كتساوي هو أ إكسبونونسيال ناقص ما لا نهاية اللي هو صفر زائد بي. يعني كنستنتجو من هنا أن او كتساوي بي لأن بي كتساوي او. فهم؟ وكتبقى لنا المعلومة الأخرى، ونعوضو نعوض داك الحل ديال المعادلة في المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية عندنا هو ار سي في المشتقة ديال يو سي بالنسبة للزمن زائد يو سي كيساوي لينا او. اذا اجيني هي ار سي المشتقة ديال أ زائد إكسبونونسيال ناقص عفوا ديال أ إكسبونونسيال ناقص ألفا تي زائد بي على تي دلتا تي زائد على دي تي عفوا زائد أ إكسبونونسيال ناقص ألفا تي زائد بي كتساوي لي أو. حسبوا هذه المشتقة ديال هذه اش تعطيني؟ تعطيني ناقص أ في ناقص ألفا في أ، أنا تولي عندي إر سي عامل ناقص ألفا في أ إكسبونونسيال ناقص ألفا تي
زائد أ إكسبونونسيال ناقص ألفا تي زائد بي كتساوي إف. نستعمل هذه المعطيات المعلومات اللي لقينا أن أ كتساوي ناقص بي و إو كتساوي بي، يعني من هنا نقدر نقول أن أ كتساوي ناقص إو. إذا نعوض هنا في المعادلة شتولي، نعوض أ بناقص إو و بي نعوضه ب إو، شتولي عندي تعدي ناقص ألفا إر سي في إو هتولي هنا زائد إكسبونونسيال ناقص ألفا تي ناقص إو إكسبونونسيال ناقص ألفا تي بي يا إو كتساوي يا إو. يعني نقدر نطير او من هنا وهنا ونعمل باكسبونونسيال هنايا جين اكسبونونسيال، ولا نعمل كاع بكامل او اكسبونونسيال ناقص الفا تي. هنا غتبقى ليا الفا ار سي ناقص هنا غتبقى ليا واحد و او غطير مع او وغتبقى ليا هنا صفر. نحن نعلم ان الاكسبونونسيال ناقص الفا تي فانه اكبر قطعا من صفر، يعني ما يقدرش يساوي صفر، وبالتالي فان كيبقى لي هذا العدد هو اللي كيساوي صفر، ومنه الفا في ار سي ناقص واحد كتساوي صفر، لان الفا غتساوي لي واحد على ار سي، وبالتالي لقيت ا و بي و الفا. اذا المعادله ديال او لا الحل ديال المعادله التفاضليه يو سي تي يكتب على الشكل أ هو ناقص أو في إكسبونونسيال ناقص تي على إر سي زائد أو. إلا عملنا بأو باش نكتبو صيغة تكون مفهومة مزيان، هادشي هي واحد ناقص إكسبونونسيال ناقص تي على إر سي. هذا هو الحل للمعادلة في حالة الشحن، يعني في حالة شحن المكتف. هم بينما في حالة التفريغ حاجة واحدة اللي كتختلف وهي الشروط البدئية والشروط النهائية. الشروط البدئية ما كتبقاش هي هذه، والشروط النهائية ما كتبقاش هي هذه. الشيء اللي كيخليك توصل على حل آخر. إذا نديرو في حالة التفريغ ونشوفو شنو يعطيني. هنا في حالة الشحن كتكون من الشكل، وفي حالة التفريغ إن كان نخلي لكم كتمرين فالطريقة اللي تشوف هاد الفيديو ديالها إيجاد الحل في حالة التفريغ. أنا نعطيكم كإشارات أن عند تي كتساوي صفر فإن يو سي ديال تي كتساوي أو، بينما في تي عندما لا نهاية فإن يو سي ديال تي كتساوي صفر، لأن المكتف كيكون فارغ كليا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. هذا نضرب لكم موعد جديد في فيديو آخر على كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.